السلام عليكم الخوت، صباحكم مبروك. تحياتي لكم الاخوان. راه مباشره من السوق 3 ولاد فارس اقليم سطات، راه بتاريخ 25/7/2023. ما تساوناش باللايك ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو. كنشكر كاع المشاهدين اللي كيتبعوني داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الخيرات تبارك الله. اليوم من السوق 3 ولاد فارس مزاب، تبعوا معنا الاثمنه اليوم الخوت. شوفوا الخروف الكسابي، شوفوا النعجه الوالده الخوت، وشوفوا الاثمنه في السوق اليوم. وتبارك الله عليكم، وتحياتي لكم الاخوان. فرجه ممتعه والله يسهل على الجميع. يلا تبارك الله عليكم الاخوان، وما تنساوناش بالدعم ديالكم. الله يسهل الامور. يبارك الاخوان ديما المليح. تبارك الله. ما شحال عطاوه هذه؟ شحال؟ 51 اللي معطيه دابا. تبارك الله الخوت، راه 51 اللي عطاو. كي شحال فيها من خروف؟ في 10. تبارك الله، راه عطاو 51 الاخوان. الله يبارك. جايبينها من الدار. المرقد ديالها ما عرفت منين. سيدي حجاج ولاد مراه. 51000 الاخوان. الله يبارك. جاي من الدار تبارك الله، من سيدي حجاج. شد شد المليح، شد المليح يا عزي. تبارك الله، الله يبارك الاخوان. خيرات تبارك الله. ونمشيو لاتجاه اخر الخوت. تبارك الله، راه 51000. الله يبارك. هانتوما الاخوان، خيرات تبارك الله. يلاه نمشيو لاتجاه اخر الخوت، وما تنساوناش بالدعم ديالكم. يسلمونا. اللهم بارك الاخوان، خيرات تبارك الله. هاد السي يوسف، خيرات السي يوسف. راك لا قلت لك يا خويا تبارك الله المليحه. الله يبارك الاخوان، نعجات مليحه تبارك الله. اللهم بارك، خيرات تبارك الله، المليح تبارك الله. قول لينا اش والدات واش دايرات في السن؟ اربعه الخرفان وجوج حوليات واربعه النعجات كاينات ياك؟ ثلاثه النعجات. عندهم سته. عندهم سته تبارك الله. اربعه الخرفان ياك وجوج حوليات. اللهم بارك، خيرات تبارك الله. اش دايرات في السن يوسف؟ اييه وحده الساتيه. تبارك الله، الله يبارك. اربعه الخرفان قلتي لي كاينين ياك؟ اربعه الخرفان وجوج حوليات، وكاينين ثلاثه النعجات لميت انت ومات بجوجات ياك. تبارك الله، الله يبارك الاخوان. وقول لنا النمره ديالك السي يوسف، واللي بغى شي حاجه راه مرحبا. 06 63 12 81 40. تبارك الله، واللي بغى شي حاجه راه يتواصل مع السي يوسف. نعجات راه ملاحات. اللهم بارك. الخرفان تام زيني. الله يبارك الاخوان. تبارك الله، خرفان ملاح. التمر ها سير الله يسخر. تواصلوا مع الاخوان، راه هو يقول لكم اللي مشرا ولا بيع شريو معاه. سير الله يسخر لك السي يوسف، الله يحفظك اخويا. الله يبارك الاخوان. غلم زينه تبارك الله، غلم ديال الكسيبه. شحال السي حسن؟ وحسن ديالك هذه يا حسن؟ شحال حسن؟ 32 ياك. 1600 درهم الاخوان. 32000. الله يبارك. غلم زينه تبارك الله، غلم ديال الكسيبه الاخوان. 1600 درهم. قول مشرى الخوت المسافي اللي عاد دابا. اييه شحال اود عزوز؟ 50000. قد 2500 درهم. تبارك الله، الله يبارك. بجوج تبارك الله، راه 2500 درهم الاخوان. 50000 خرفان زيني تبارك الله. عاد 50 بجوج. 50000. وشحال قلت اليوم وضع الزوج؟ سير الله يسخر لك اسي. تبارك الله، هاتهم الخوت. غلام زينه الخوت. 1600 درهم. 32000. الله يبارك. الله يسهل الامور الخوت. تبارك الله. على ملاح الاخوان، الله يبارك. ما شحال عطاوكم اخوان؟ 140 ياك. 7000 درهم الاخوان هاد جوج تبارك الله، على 3500 درهم الواحد. تبارك الله، راه 7000 درهم الاخوان. 140 اسنان الحليب هاد الخير. تبارك الله الخوت، راه باقينا اسنان الحليب دميعات. تبارك الله، الله يبارك. خرفان زينين الخوت، خرفان ميصلي. الله يبارك الاخوان. دفعيها قاعدين لينا يشوفوا المشاهدين. تبارك الله، 3500 درهم الاخوان الواحد. تبارك الله، 7000 درهم الاخوان. 140 باش بغا تبيعوا البيع ديالهم. تبارك الله، وسير الله يسخر لكم اخوان.
عجيب تيسير. قول لنا النمرة. ايه قول لنا النمرة محمد. 06 54 57 57 07 32 92 اللي بغى امرأة يتواصل مع محمد تجوج تبارك الله. لا حوالة ملاح تبارك الله ولم يصلين الاخوان تبارك الله. لا كاين الزين. وهذه يا محمد شحال هي؟ 45000 2250 الاخوان 45000. اللي بغى شي حاجه السي محمد راه يتواصل معاك ان شاء الله. هي راه كاينين هذوك الجوج الخوت بوحدهم. هذه شحال فيها؟ نيت من هذوك الجوج وباقين خوتهم تبارك الله. الله يبارك الاخوان. هاتهم الاخوان ولا زينين تبارك الله. الله يبارك خيرات تبارك الله الاخوان. بس الله يسر لك محمد. الله يحفظك اخو تبارك الله الخوت. الله يبارك. السي مصطفى كي داير؟ كلشي مزيان امور هانيه. مع شحال الثمن مصطفى هنا؟ ياك قول من 40 والفوق. المشرى الخوت راه من 2000 درهم والفوق وكل شيء. على تبارك الله تبارك الله. يجي شحال فيها مصطفى؟ ساعات الحبات تبارك الله. المشرى الخوت راه من 2000 درهم والفوق. الله يبارك. هاكاك عز الدين هضر مع المشاهدين. عز الدين المليح تبارك الله. قول لنا النمره السي مصطفى كاينه شي حاجه في الدار ياك اخويا؟ اييه قول لنا النمره السي مصطفى. 06 78 73 23 05. الا بغى شي حاجه سم سافر يتواصل معاك. هذه راه يلا شريها اليوم من ثلاث ولد فارس وراه كاين المليح. سير الله يستر تبارك الله المليح. لا سلعه زوينه تبارك الله سم سافر. تبارك الله. وعز الدين ديروا جيمو بارطاجيو جيم ياك عز الدين. سير الله يسخر السي مصطفى كاين المليح تبارك الله. اللي بغى شي حاجه راه يتواصل معك ان شاء الله. يلا الله يستر امورك. الله يبارك الاخوان خيرات تبارك الله. مع شحال عطاوك هنا؟ 43 ياك. هانتوما الخوت 43 كاينين هما اربعه اربعه الخرفان 2150 درهم الاخوان. 43000 تبارك الله اربعه الخرفان. كي داير السوق؟ صباح السوق اليوم السوق مزيان ياك. والثمن كي داير الثمن؟ الثمن مزيان. سير الله يسخر 43 الاخوان 2150 درهم. ها لا كاين الثمن شويه. لا كاين الثمن. كاين الثمن 2150 درهم الاخوان 43000. والله يسر لك العميم ويجيب لك التيسير. كنشكرو المرقد ديالهم. معك منين دخل تادلا؟ سلعه تادلا ويا الاخوان تبارك الله. خرفان ديال تادلا الاخوان. والله يسر الامور خيرات تبارك الله الخوت. غلم زين الله يبارك. قاعد علينا يشوفوا المشاهدين الله يحفظك. فلاحه العالميه. اييه فلاحه العالم. شحال ديالنا؟ 52 المعطيات عاطين تبارك الله الخوت. راه 2600 درهم 52000. شحال كاينه من خروف؟ كاينين سته تبارك الله. المعطى الخوت راه 52 2600 درهم الاخوان. سته الخرفان زينين تبارك الله. المشرى من هنايا؟ من هنا خرفان راه مليح تبارك الله. هذا هو اللي كاين تبارك الله. راه 2600 درهم الاخوان. والثمن ديال البيع مع شحال قلت لي؟ 54 ياك. والسوق كي داير السوق اليوم؟ السوق بالنسبه للسوق الثمن راه كاين الثمن ياك؟ لك شويه بارك مرفقه اليوم الثمن ياك؟ قول السوق هذا باش غيتقاد. قول السوق هذا باش غيتقاد. لا السوق هذا باش غيتقاد. 52 الاخوان راه 2600 درهم. والله يسر لك اخويا. اسمح لينا تحياتي لك. الله يبارك الاخوان خيرات تبارك الله. شحال يونس؟ ويونس ويونس مع شحال تجوجا يونس؟ 42 ونص ياك اخويا تبارك الله زوينين. الله يبارك. راه 2100 درهم الاخوان. 42 ونص 2100 درهم تبارك الله. 42 ونص الاخوان تبارك الله. الله يبارك. اغلى مزينه تبارك الله. اييه المليح تبارك الله. غنقولوا النمره ديال السي يونس. اييه قول لنا النمره السي يونس.
عندك شي حاجه بحال هادشي؟ قول لنا النمره سيون الصمر 06 70 94 05 97. اييه الا بغا شي حاجه راه يتواصل معك السيون. سير انا راه وليد حق كاين المليح وكاين النقاب، انت راه معروف بالمليح صراحه. ما كنديروا لا مقاس ما نوصلوا الوجوه ما نقربوا الرب بالله. وهذاك الشيء اللي كاين غلام تكون على وجهها وغلام صافيه تبارك الله غلام نقيه. وصي الله يسخر لكم اخويا. حنا ب 44. يبارك عليك اخوان خيرات تبارك الله. ما شحال عطاوك الكاسكيطه اخويا؟ شحال عطاوك الكاسكيطه ديالنا؟ شحال؟ 78. ما عرفتش داير في السن. رباعي تبارك الله 78 الاخوان تبارك الله 3900 درهم راه رباعي الاخوان تبارك الله. سيد هذه حبوبه ولا حبوبه ياك اللي بغى الشيء الاخوان راه 3900 درهم 78000 الاخوان. الله يبارك اولي مليح تبارك الله. ثمن تا وكره كاين الاخوان هذا خدام الفحله الله يستر لهم وراه نمشيو لاتجاه اخر تبارك الله عليك هادي الناس الله يستر لك اخويا.